6 مارس هو تاريخ العمل بالمادة 35 مقرر الصادرة بالقانون 186/2020. هذه المادة صدرت ليه؟ ايه السبب في صدور هذه المادة؟ انا عندي التسجيل طبقا للقوانين المصرية هو الإجراء القانوني الوحيد الذي يتم نقل الملكية بموجبه. ممكن أضيف لكم صورة متكاملة كده بسيطة كده عن التسجيل في الشهر العقاري، لأن نسبة كبيرة جدا ما تعرفش إيه هو التسجيل في الشهر العقاري. أنا عندي التسجيل ده زي ما قلت لحضرتك هو الإجراء القانوني الوحيد في القوانين المصرية لنقل الملكية. طيب التسجيل ده له كم طريق؟ له طريق إيه؟ طريق رضائي وطريق قضاء. طريق رضائي وطريق قضائي. الطريق الرضائي اللي هو لابد ان يستند الى عقد مسجل. طيب التسجيل ايه؟ عباره عن تسجيل رضائي وهو اللي يكون فيه موجود عقد مسجل حتى يتم نقل الملكيه للمنتفع او للمشتري. طيب في حلقات عرفيه ما بين العميل او المنتفع واخر عقد مسجل؟ في حالات كثيره خاصه بهذا الوضع. طيب كان اتجاه الدولة ايه؟ تم إعادة مشروع وهو السجل العيني الحضري. السجل العيني ده مشروع مقدم في مجلس النواب وبيتم دراسته. هذا المشروع هيحل كثير جدا من المشاكل اللي هي متعلقة بالحلقات العرفية اللي هتوصل المنتفع الأخير لآخر مالك. ده احنا ما عندناش مشكلة فيه، سواء كان بيع رضائي من آخر مالك حتى المنتفع أو وجود حلقات عرفية حتى آخر عقد مسجل. في كل هذه الحالات ما فيش مشكلة عندي. طيب المشكلة في إيه؟ المشكلة في البيوع الرضائي أو التسجيل الرضائي. طيب التسجيل الرضائي ده مشكلته في إيه؟ إن كان الشهر العقاري بيتم بحث الأحكام بعد صدورها، كان يصدر حكم ثم يتقدم به المنتفع أو العميل للشهر العقاري، فكان بيتم بحث الملكية ثاني فكان بياخد وقت. يبقى العميل خد والمنتفع في المحكمة أكتر من سنة، ماشي، ويجي للشهر العقاري يقدم نفس الحكم. لا صحة توقيع يا فندم. لا صحة ونفاذ. صحة ونفاذ. صحة ونفاذ. عشان نتكلم عن صحة التوقيع دلوقتي. تمام. ماشي، يقدم الحكم يتم مراجعته مرة أخرى، ماشي، ففي هذه الحالة كان بيبقى فيه إطالة للوقت. الإجراء بيتبحث مرتين، مرة في المحكمة ومرة في الشهر العقاري. فالقيادة السياسية تنبأت لهذه النقطة مع الوزير العدل، بدأ يتحرك ويعدل في إضافة المادة 35 مقرر المضافة بالقانون 186/2020 اللي هي بتقول إذا كان السند الطلب حكما نهائيا فعليه أن هو يتقدم لمكتب الشهر العقاري يطبق عليه المادة 35. طيب إيه هي إجراءات المادة 35؟ إجراءاتها بسيطة جدا جدا. بيتقدم صاحب الشأن بطلب اللي هو المنتفع بالوحدة أو المالك لهذه الوحدة، يتقدم بطلب للتسجيل، بياخد بيان مساحي، بيطلع بيه على المحكمة، بيرفع الدعوة، في حال صدور حكم قدامنا أمر من أمرين، بيصدر الحكم، بيرجع لي بالحكم مرة أخرى للشهر العقاري، أنا بقيل له الحكم في دفتر مخصوص وبديله رقم وقت وبديله أمر نشر ينشر في الجريدة. نشر في الجريدة وعدت مدة 30 يوم، أنا بقيل له الأمر الوقت. هي مدة الطعن. مدة الطعن 30 يوم. بقيد له هذا الحكم ويبقى هنا تم التسجيل. طب حصل اعتراض، فبيتم حالة الاعتراضات للسيد قاضي امور وقتيه، بيتم بحث هذه الاعتراضات. في حاله وجود مبرر للاعتراض السيد قاضي امور وقتيه اما يقضي فيه بالرفض فبيتم القيد، يا اما بيقضي فيه بالقبول للاعتراض فبيتم ايقاف شهر الحكم. الماده واضحه صريحه، الماده حطت ضمانات مش موجوده في قانون الشهر العقاري. الضمانات الماده اللي حطتها اول حاجه انها جعلت القضاء هو الذي يقوم ببحث الملكية، وقام القاضي مقام البحث القانوني في الشهر العقاري بالتصدي لبحث الملكية، ودي ضمان. أنا شايف إن هي دي ضمان، لأن كل الأوراق هتبقى تحت يد القاضي. يعني إيه الأوراق تحت يد القاضي؟ بتتقدم أوراق وبتتقدم عقود بيع عرفي وبتتقدم أحكام صحة توقيع. الضمانة إن القاضي وهو بيشوف كل هذه الأوراق لو طرأ لي إن في ورقة مزورة أو ورقة ليس لها محل بيقدر يتخذ كل الإجراءات القانونية في شأن هذه الورقة، يحل الموضوع نيابة، يحقق فيه كل هذه النقطة.